صح النوم يا متر. الظاهر ان كرم الضيافه عندنا مش جايه على هواك، مش عايز تتكلم. خلاص نغير النظام ونوريك زباله الضيافه عندنا شكلها ايه. يا بني ادم افهم، انت كده بتضر جمال مش بتساعده. لا يا راجل، جمال ممكن يبقى محتاج لي في اي لحظه ومش عارف يوصل لي. عشان تعرف انك عيل عويل وموالس عليه، هو ما كلمكش ولا مره من ساعه ما شرفت عندنا. مفيش حد رن عليك غير المحروسه اللي اسمها روبا. اسمع، اتكلمت هنرجع حبايب، وانت وهي في امان. هتفضل سايق العوج هجيبها وعلقها جنب منك. ورحمه امي لو فكرتها بقى اجره كبير. علقه في المنجله، راسه تحت ورجليه فوق. سيبها يا بابا. جمال، المنجله شديده عليها. لا مؤاخذه اشرف، عندنا دي. فتحت له اجدع اوضه في العزبه كلها، اتقلب زي القتيل. بصراحه ربنا انا كنت ناوي اعملها معاه لولا انت بدرت. لا يا بابا، اشرف ابن حلال ومتربي معايا، مستحيل يعمل كده ابدا. تحط نفسك مكاني يا صاحبي، انا كنت هتجنن خلاص. كل حاجه مرسومه صح ومعمول حسابها 100 100، فجاه الدنيا تخش في بعضها كده. هو انت رغيت مع حد في حاجه يا بابا؟ ابدا. موضوع ترين ده حصل ازاي؟ علي رساني على الدور كله وقال لي ان ده طلب خصوصي عشانك. وبعدين؟ اتاري القعده كلها كانت مقريه ومسموعه صوت وصوره، فجاه لقيت شوقي ساقط عليا زي القضا المستعجل وقال لي هتسلمها. هنسلمك شوقي. انا قلت كده برضه، الموضوع مش هروح بعيد عن ابو العزم. طب وانت يا جمال اخرتها ايه في اللي حاصل ده؟ الناس اللي فوق هيسيبوك كده؟ مين الناس اللي فوق؟ اللي انت شغال معاهم. انا مش شغال مع حد يا بابا. انا فهمت كده برضه. فهمت ايه بالظبط؟ الغدره اللي حصلت في حكايه الكنيسه دي قصدهم بيها يطلعوك بره الليله خالص، صح؟ لا مش صح يا بابا، مش انا اللي عملت الكنيسه ولا هم اللي طلعوني. انا من قبلها وانا بره ومش هادغ لما اعرف كل حاجه جوه. اسمع بابا، انت تعرف ابو العزم مش كده؟ اسمع عنه منك. هديك عنوانه، عايز مراقب 24 ساعه تجيب لي تقرير كامل عنه، خط سيره وسلوكه يعني من غير ما حد يحس. نبع الرجاله كله من بعيد لبعيد. ولو عايز اجيبه لك لحد هنا تدور عليه التحقيق بنفسك وتطلع منه باللي انت عايزه. لا يا بابا، انا عايزه يفضل شغال براحته. تيجي ويا اسئله مش هلاقي لها اجابات غير وهو شغال براحته قدام عينيا وبيتحرك وهو مطمن. تعرف يا صاحبي نقله الهباش اللي معانا دي تعدينا الدنك بطياره. طياره ايه؟ بصاروخ يا معلم. يا ابن اللعيبه، صدق ساعه ما طلعنا وانا بفكر في كده برضه. ناي سندوس؟ تدوس يا صاحبي، ده اللي بيدوس على الامينه وعلى رقبه اللي جابونا كمان. قول يا صاحبي ولع وانسى. حبيبي قلبي، في ايه؟ العجله ضربت. احنا بنضرب علينا نار. اجري يا فاروق. اجري يا بقول لك، العجله ضربت وبتضرب علينا نار. دي عشان خاطري. لا خلاص. طب عشان خاطر جدو. دي كمان. لا خلاص بقى. عشان خاطر بابي. عارفه ان بابي جالي هنا؟ هنا فين؟ هنا في اوضتي. بس اوعي تقولي لحد. هو موصيني ان انا ما اجيبش سيره خالص، بس انت عشان معانا في العشابه زي ما جدو قال. اسماء، والله فيكي الخير. ما كنتش اعرف ان الشغالات عندهم اصل كده. كتر خيرك، بس انا عمري ما كنت قلت الاصل. اوعي تكوني زعلتي. هو الشغل عيب ولا ايه؟ مين قال كده؟ بس انا عمري ما حسبت نفسي ان انا شغاله. ده انا اللي مربيه سليم على ايدي، ده كبر على ايدي. واستاذ رجاء يعمل ايه؟ بخير وهيخرج عن قريب ان شاء الله.
يلا يا سليم يا حبيبي، لازم تنام عشان عندك تمرين بكره بدري. لا هقعد مع اسماء شويه. لا ما هي اسماء كمان مروحه عشان ما تتاخرش. ما تقلقيش يا فندم، انا هاكل الولد وهقوم على طول. بقول لك ايه، هي مامي عرفت ان بابي جالك هنا؟ ايه على فكره بابي جاني انا كمان وبيسلم عليك قوي. ها بص انا هقول لك الحقيقه بس اوعى حد يعرف. هاي حبيبي. هاي باب. ما اقول راسك بعدك كل النهار قاعد هون ما طلعت لبرا، بيك بعده عم بخبرني. معلش حبيبي انا بشغال اصلي. ليك شو جبت لك معي انا وجايه. واو حبيته؟ حلو قوي. ثانك يو باب. مام بتسلم عليك كتير بعدني كنت عم بحكيها وعم بتقلي انه الجو في نيويورك فظيع حلو كتير. انا وجايه جبت التيكت معي. انت هتسافري؟ هنسافر. شو بعدك مصر على رايك؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه انه هيدي البلد بطلت بلدك يوم ما اقسمت على الولاء الامريكي وقبلت تتنازل عن جنسيتك المصريه. خلص بقيت مواطن امريكي، ما لك خبز بقى بهيدا البلد. وامي واخويا اللي ماتوا، باسبور الامريكاني قطعني عنهم؟ ما هن ماتوا واللي قتلهم خلوه يهرب عادي، ما حدا قال له شيء، ما في اي احترام لا لامك ولا لخيك ولا لاي انسان مات على ايده. ما هو ده السبب اللي خلاني اقعد. خلاص بقى. الجيم ابتدى. ولا الدولة بتحمي ولا بترجع حقوق، انا هاخد حقي بنفسي. بس نحن مش عايشين بغابة عشان هيدا يبقى الحل. ولما احنا مش عايشين في غابة، خايفة ليه وعايزة تمشي؟ بص يا مارلين، كده كده انت اجازتك خلصت، فانت لو عاوزة ترجعي امريكا ارجعي براحتك، انا قاعد هنا مش هتحرك، اوكي؟ يعني ايه يا بدير؟ يعني ايه الفلوس كلها راحت؟ ايه؟ اسمع يا ابني، مش انا اللي يحصل معاك الكلام ده، انت فاهم؟ انت بس اللي مسؤول قدامي في الحكايه دي، ده شقى عمري. واسمع، اوعى حد ياخد خبر بالحكايه دي، وانا هعتبر ان المكالمه دي ما تمتش، وانت هتصلح كل حاجه وكان كل حاجه مشيت صح، انت فاهم؟ وتكلمني يا بدير وتقول لي تمام، لاني لو ما سمعتهاش منك اقسم بالله ما حد هيعرف لك مكان ولا هيسمع لك صوت تاني. ايه اللي بيحصل ده؟ انت عارف ده معناه ايه؟ اسكتي يا فريال، انا مش عايز اسمع اي حد. جمال بينفذ تهديده فينا، هو قالها لي. فريال قلت لك مش عايز اسمع اي حاجه. ده ايه النشاط ده كله؟ ازيك يا منى؟ امال فين سليم؟ مش معاكي يعني؟ اصل علي عدى عليه وقال ياخده يروحوا يزوروا جده شويه في المستشفى. علي؟ طب والله برافو. وسليم اخباره ايه؟ كويس؟ طبعا. مش عايش معايا؟ انت هتمثلي يا فريال ولا ايه؟ ما انا عرفت ان جمال عدى عليكي امبارح في البيت وهسقك بسقك. حاسبي على كلامي. مين دي اللي تحاسب على كلامها يا حبيبتي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انا نفسي اريحك. اي حاجه بيني وبين جمال مالكيش فيها، بس اي حاجه ليها علاقه بسليم يبقى ليا فيها. على اساس ان انا خالته. سليم ده ابني. ما تقوليش بس كده قدام الناس لو يضحكوا عليك. ابنك منين يا حبيبتي؟ هو انت ربيتيه ولا عاش معاكي اصلا؟ اذا كان ابوه اللي هو ابوه عرض حياته للخطر وجالك لحد عندك في البيت وقال لك توديه لباباه، يبقى ابنك منين؟ عندك حق، يمكن يبقى ابنك وانا معرفش. خالتي جمال عمري ما فهمت هو عملها ليه انه اتجوز واحده زيك. كان نفسك تبقي انت مش كده؟ ما تستغربيش، طول عمري شايفه ده جوه عينك. بس على فكره ما كنتش بغير خالص، بالعكس ده انا كنت ببقى مبسوطه قوي وانا شايفاكي بتتقطعي من جوه. نفسك يبقى ليكي ومش عارفه. بقول لك ايه يا فريال يا مصطفى، مش عشان يا حبيبتي بقيتي تيجي النادي اللي انا باجي تلبسي نفس الماركات اللي انا بلبسها تبقي تنسي نفسك. فوقي وشوفي انت بتكلمي مين. انا منى خليفه. اللي لو عايزه اي حد هتجيبه ركعه تحت رجليها.